مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، اتفضل يا دكتور هشام. انت لسه قاعد والعيادة زحمة؟ هو احنا مش كنا خارجين؟ الوقت بيضيع في حاجات صغيرة لكن مهمة. معظم المرضى مش فاكرين اسامي الادوية اللي ماشيين عليها، او ناسين الملف الطبي، او مش جايبين تحاليل مهمة، وبكده لازم اديله ميعاد تاني عشان يجيب المعلومات دي. عدم احضار المريض لملفه الطبي او نسيان الادويه اللي ماشي عليها دي بتعمل لي مشكله. انا كنت بعاني زيك كده يا دكتور لحد ما لقيت الحل. الحقني بيه. ميدوبيا. ميدوبيا؟ موقع ميدوبيا بيقدم خدمات طبيه كتيره للمريض والدكتور، من ضمنها انك بتحفظ ملف طبي لكل مريض عندك، والمريض يقدر يضيف فيه كل اشعه وتحاليل وروشتات عنده، وتقدر بضغطه زر واحده تطلع عليه او تضيف الكشف الجديد فيه. ممتاز جدا. يعني هحمي المريض من دواء قد يتعارض مع ادويه تانيه بياخدها او يتعارض مع حالته الصحيه. بالظبط كده، ومن غير ما يكون عندك ملفات كتير وورق تشغل حيز او تضيع. لو مش بس كده، ميدوبيا بيقدم خدمات تانيه كتيره ومهمه. برنامج إدارة العيادة المجاني، المريض يقدر يحجز أونلاين وينظم معاده، وبكده هتقل الزحمة في العيادة. الأمان التام، لأن المريض بس هو اللي يقدر يفتح ملفه أو يسمح لأطباء معينين بالاطلاع عليه، وكمان المريض بيقدر يشوف الأطباء وخدماتهم وموقع عيادتهم على الخريطة، وفيه محرك بحث مخصوص للأطباء والمستشفيات، وشبكة تواصل اجتماعي مخصصة للأطباء للتواصل والتشاور ما بينهم. ايه رأيك في كل ده؟ فورا هعمل بروفايل في ميدوبيا. سجل الآن في ميدوبيا واستفيد بكل الخدمات. ميدوبيا، مدينة طبية بين ايديك.